الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أصحاب كلمة الحق في وجه السلطان الجائر يومها واليوم وفي كل يوم، وإن على دربهم لسائرون. هذه السياسة وهذه الحكومة ومن سبقتها ومن قد ستأتي بعدها التي تصر على رفض إطلاق سراح ولي الدقة، أقول الحكومة والسياسة، ولا أتحدث هنا لا عن المحكمة ولا نتحدث عن الوزير الفلاني لا لشيء، إلا لأن هذه سياسة عليا، القضاء والإعلام الكل شريك في استمرار معاقبة شعبنا، وحالة وليد هي حالة من حالات شعبنا، لكنها حالة مميزة لأسير انتهت محكوميته ولأسير مريض، لكنهم عودونا أن يتمتعوا بجراحاتنا، يتمتعوا بآلامنا. من يرفضون إطلاق سراح وليد ويرونه كل يوم يتألم ويتألم ويتألم، هم أنفسهم الذين يتمتعون برؤية والدي إياد الحلاق، الطفل الصغير صاحب الاحتياجات الخاصة الذي أعدم ثم برئ القاتل، يتمتعون برؤية والديه يتألمان ويبكيان، يتمتعون برؤية أهالي الطفل أحمد الكد، أظن اسمه ابن القدس، الذي يعاني من وضع نفسي، ومع ذلك ما يزال يصرون على أن يبقى داخل السجن دون تقديم العلاج النفسي له. هم أنفسهم الذين يتمتعون وكانوا يرون البيوت التي تشتعل فيها النار في حوارة، هم أنفسهم الذين يتمتعون برؤية الآبار التي تطمر الآن في جنوب الخليل في أوج الحرب، تطمر ويصب الإسمنت في الآبار في قرى جنوب الخليل. من هؤلاء؟ هم أصحاب نفس العقلية، هم أصحاب نفس العقلية التي تتمتع بآلام الآخر، التي تتمتع بوجع الآخر. هم أنفسهم الذين يصرون على استمرار بقاء 1200 شخص أسير بطل من أبناء شعبنا كلهم معتقلون إداريا، ربع السجناء، ربع الأسرى معتقلون إداريا، 1200 من أبناء شعبنا لا تهمي لا محكمة سوى أنها إرادة الاحتلال في أن يبقوا داخل السجن. هم أنفسهم الذين يتمتعون بعداد الدم الذي يزداد كل يوم في قرانا وفي مدننا، هم يتمتعون. لا يظن أحد أن الجماعة عندهم أي نية من أجل إيقاف نزيف الدم. معقول يا جماعة؟ معقول أن الشباب الذي يرفض إطلاق سراح وليد هو الشباك الذي يريد أن ينقذنا من القتل ومن الموت؟ تركبش على العقل، ما بتركب على العقل أبدا. ولذلك عذرا نرفض، مش نرفض من أجل أن نقول للحكومة، نرفض أن تكون من بيننا أصوات تنادي بأن يدخل الشباك من أجل أن يوقف حمام الدم في مدننا وفي قرانا. وعليه أيها الإخوة أيها الأخوات، يا أهل وليد إن شاء الله وكلنا أهله، يا شعب وليد وكلنا أبناء هذا الشعب، شعبنا لا أقول منذ العام 1948 بل منذ تقريبا 100 عام قدروا أن يقدم شهداء، قدروا أن يكون من بين أبنائه أسرى، وأن يكون من بين أبنائه جرحى، وأن يكون من بين أبنائه من يدفعون ثمن دفع ضريبة الحرية وضريبة الانتماء لهذا الوطن. وعليه
هم يريدون لنا أن ننكسر، إن كان عبر الجريمة وزيادتها، إن كان عبر رؤية أسرانا يعذبون، إن كان عبر كل السياسات، يريدون لنا أن ننكسر، يريدون لنا أن نرفع الراية البيضاء، يريدون لنا أن نقول لهم اللي بدكم يا بصير. لا، ليس الذي يريدون سيصير. الذي سيصير ويكون أولا ما يريده الله، وثانيا ما تريده إرادة شعبنا. ليس المقام مقام إطالة، سوى أني أقول قال الباطل للحق، قال الباطل للحق أنا أقوى منك، قال له الحق أنا أطول منك عمرا، قال له الباطل أنا أعلم منك صوتا، قال له الحق أنا أعمق منك جدرا، قال له الباطل بإمكاني الآن أن أقتلك، قال له الحق ولكن أحفادي يوما سيأتون ويقتصون منك، أحفادي يوما سيأتون ويقتصون منك. مرة أخرى، مش لا أظن، أجزم أن هذه المسيرة مع التقدير والاحترام لكل من شارك فيها ليست هي التي تليق بمقام وليد، ولا بتضحيات وليد، ولا بعمر لا أقول ضاع إن شاء الله عند ربنا لا يضيع، إنما لمن دفعوا ضريبة انتمائه لهذا الشعب. يبدو أن شعبنا بحاجة إلى هزة ومراجعة في كثير من قضايانا حتى نعود لتتصدر اهتماماتنا، قضايا الأسرى، قضايا الأرض، قضايا المقدسات، وقضايا لحمة بعضنا البعض، من أجل أن نكون قادرين على مواجهة هذا الغول الذي يريد أن يلتهمنا، لكن لن يكون له ذلك إن شاء الله. سأله سبحانه أن يكون اليوم قريب الذي فيه نحتفي هنا بوليد وقد خرج معافا مشافا حرا إن شاء الله من سجنه ومن ظالميه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.